مساء الخير. ما الذي قدمه المرشد في خطبته اليوم إلى الإيرانيين؟ هل ما يجري في إيران عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية صراع على النفوذ أم انشقاقا داخل النظام، أم أنها ثورة حقيقية قد تشكل التحدي الأخطر في تاريخ الجمهورية الإسلامية؟ ما هي المخارج المتاحة أمام أفريقاء النزاع؟ وما هي تداعيات الأحداث الأخيرة على مصير الحوار بين واشنطن وطهران؟ من جهة أخرى، نطق رئيس الوزراء الإسرائيلي بحل الدولتين بعد أن أثقله بشروط صعبة انعكست على اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان بالوزيرة كلينتون، الذي ظهر الخلاف بين واشنطن وإسرائيل جراء تأكيد وزيرة الخارجية معارضة واشنطن بناء أي مستوطنات جديدة في الضفة الغربية ورفض ليبرمان لذلك. نناقش هذه المحاور في الجهات الأربع مع ضيوفنا جرايم بانرمان، باحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، الدكتور إدموند غريب، أستاذ في الجامعة الأمريكية في واشنطن، علي ألفوني، باحث إيراني زائر في معهد أمريكان إنتربرايز، والدكتور زياد عسلي، رئيس فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين. أهلا وسهلا بكم ومساء الخير. جرايم، أنت استمعت اليوم لخطبة مرشد الثورة علي خامنئي، ما الجديد برأيك الذي بدر اليوم، أو ما الذي قدمه علي خامنئي إلى الإيرانيين من حلول في هذه الخطبة؟ من الواضح إن الخطاب كان مهما جدا بالنسبة لإيران، كان محددا، والواضح أن القائد قرر أنه سيكون إلى جانب الرئيس، أن التظاهرات كانت كافية وحان الوقت لإنهائها. هل أنه سينجح في ذلك؟ المسألة مختلفة، ولكن الثقل الحكومي، ثقل النظام وثقل المرشد هو الآن ضد المتظاهرين، وعليهم بالتالي أن يقوموا بحساباتهم وراءوا ما يفعلون. إذن المنحة الذي يمكن أن تأخذه الأحداث برأيك منحة تصعيدي، أم أن هذه الخطبة قد تضع حدا لحراك المعارضة في إيران؟ أعتقد أن ما حصل في الأسبوع الماضي بدأ أولا على أنه مشكلة تتعلق بالانتخابات، لكنه تحول إلى إضراب يتعلق أو تظاهرات تتعلق بالنظام، فهناك تحول في مجال التظاهرات. وبالنسبة للنظام أصبح الأمر أكثر جدية، لم يتكلموا الآن عن الانتخابات فقط بل عن النظام برمته الذي طرحت الأسئلة حياله، وبالتالي النظام كان عليه أن يتصرف لكي لا يكون في خطر. دعني أقول شيء شخصي، أنا كنت أيضا في جهاز وزارة الخارجية في وضع السياسات في العام 1979، ويمكنني أن أقول إننا لم نعرف تماما ما حصل في إيران مع الثورة الإسلامية. نحن كنا نركز على اليسار ولم نرى تطور الأصوليين المسلمين، ولم نكن ندري ما يحصل في إيران، ولكن الأمر يختلف تماما اليوم، لأنني أعتقد أن المعلومات التي تأتي من إيران هي كثيرة جدا. الناس هنا في أمريكا، الأمريكيون من أصل إيراني وغيرهم، الجميع هو على اتصال بما يحصل في إيران، ولكن المشكلة التي يجب أن نهتم بها هي هل نحن نستمع فقط إلى فريق آخر، هل نعرف تماما ما هو تفكير كل الفرقاء في إيران، وهل سيؤثر ذلك عند اتخاذ القرارات. فأنا في هذا المجال لن أحكم إلا بعد أن أتأخر. سيد علي ألفوني، أنت إيراني وتعرف الشؤون الإيرانية، إذا سألتك اليوم الذي يجري هو انشقاق داخل جماعة النظام أم هو ثورة شعبية، ماذا تقول؟ أولا شكرا جزيلا لدعوتي للمشاركة. ليس من المهم أن نكون في حلقة مع كل الزملاء المحترمين، ولكن جوابا عن سؤالك، أعتقد أن هناك في الواقع انقسام بين الحكام في الجمهورية الإسلامية، وأعتقد أن هناك على الأقل مجموعات ثلاث. اللاعب الأساسي كما نعرف طبعا هو المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي يقول قوله ويدلو بدلوه في كل مشاكل الجمهورية. هناك أيضا غالبية الحكام من الملالي الذين قرروا
أن يطالبوا بالتغيير كما فعل الرئيس أوباما، ويقولون إن التغيير ليس ثوريا بل إصلاحيا. والمجموعة الثالثة التي قد تقرر هي في هذه المواجهة هم الحرس الثوري. للسنوات 30 الماضية إيران كانت نظاما ترتكز قدرته على تحالف بين الملالي وبين حراس الثورة، والآن نرى أن حراس الثورة ليس فقط يدافعون عن النظام ضد العدو في الخارج ولكن أيضا في الداخل. أدمون، توافق على ما ذكره علي؟ إلى حد كبير هناك انقسامات واضحة داخل المؤسسة الإيرانية. جميع المرشحين الذين تنافسوا على انتخابات رئاسة الجمهورية هم خرجوا من عباءة الإمام الخميني. هؤلاء جميعا كانوا من المشاركين واللاعبين الأساسيين في الثورة. هؤلاء خططوا للثورة، هؤلاء كانوا من قيادات الثورة الإيرانية ومن قيادات النظام الإسلامي في إيران. موسوي مثلا كان هو رئيس الوزراء بين 81 و89، كان لاعبا أساسيا أيضا في تأسيس الكثير وبناء الكثير من المؤسسات للجمهورية الإسلامية. كان هو المسؤول عن إقامة، حتى لعب دورا في بناء علاقات وثيقة مع قوى في لبنان في العراق وغير ذلك. البعض يعتبره الأب الروحي مثلا لحزب الله. لا أعلم إذا كان الأب الروحي، ولكنه لعب دورا. بعض وسائل الإعلام قرأتها. ولا لا أعلم إذا كان الأب الروحي، ولكن بدون شك لعب دورا هاما في ذلك الوقت. أيضا العدد من المهدي كروبي مثلا لعب دورا أيضا بارزا وقياديا. محسن رضائي كان قائدا للحرس الثوري، وهؤلاء جميعا كانوا إلى حد كبير يمكن وصفهم بمتشددين بشخصيات ثورية. من الناحية الثانية إذا نظرنا نرى أن هناك جيل جديد من القادة الإيرانيين، جيل الثاني ربما للثورة، وربما قد يكون هناك صراع بين جيلين. الجيل الثاني هو الأشخاص الذين قاتلوا مثلا في الحرب العراقية الإيرانية، أشخاص الذين جاءوا لم يشاركوا بصورة مباشرة في قيادة الثورة، ولكنهم لعبوا دورا كالمشاركين بمعنى كطلاب وغير ذلك، ولكنهم قاتلوا في الحرب. وهؤلاء هم الذين برزوا الآن، ويمثلهم أحمد النجاد، تمثلهم قيادات الحرس الثوري، تمثلهم قيادات البسيج أو المتطوعين. بس لا يزال يعني إدمان علي كأن العام تتحدثون وكأن المشكلة فقط ضمن النظام، يعني وهذا أكرر سؤالي، أنت برأيك المشكلة فقط داخل النظام أم أن هناك عناصر موجودة خارج هذا الإطار وهذه النخبة التي بدون شك الصراع الأساسي الذي برز هو صراع بين أبناء النظام. إلى حد كبير مثلا كان هناك صراع بين أحمد النشاد ورافسنجاني. رافسنجاني يمثل قوة وشخصيات بارزة داخل هذا النظام، والاتهامات الحادة أيضا، هناك من يعتقد أنه كان ربما هناك نوع من غض النظر عن هذه المواقف من قبل المرشد الأعلى. ولكن لأعود إلى سؤالك، هل هم الوحيدين؟ هل هذه هي الخلافات الوحيدة؟ لا، بالتأكيد لا، لأن الإصلاحيين أو من يسمون بالإصلاحيين ليسوا مجموعة واحدة، هناك عدة قوى داخل إيران، هناك اختلافات داخل إيران، هناك جيل جديد أيضا من الشباب الذي يريد التغيير الذي تفضلت وأشرت له. هؤلاء يريدوا بإيران أن تسير باتجاه مختلف كليا. هؤلاء يريدوا أن يتقربوا من الغرب. هؤلاء متأثرين بالكثير من العادات. هناك أيضا قوى أخرى، الأقليات مثلا داخل إيران التي ترفض مواقف النظام في إيران. إذن هناك تعددية، هناك أيضا خلافات حول السياسات الاقتصادية للنظام، وهناك بعض الخلافات ليس ربما على موضوع الملف النووي الذي أعتقد أن معظم القيادات الإيرانية ومعظم الإيرانيين يتفقون حوله، ولكن هناك خلافات عن طريقة، عن لهجة ولغة قيادة النظام. زياد، بعد ما شاهدناه من انتقادات حادة وجهات، يعني مثلا شعار نرفض الدكتاتور أو فليرحل الدكتاتور أو الموت للدكتاتور، ماذا برأيك يبقى من سلطة المرشد؟ يعني ولاية الفقيه تقوم على تنزيه المرشد عن الخطأ أو عن الملامح حتى. طب برأيك الحالة التي نشهدها بإيران اليوم،
ماذا بقي؟ هل تحول خامنئي إلى سياسي من بين سياسيين آخرين؟ هو صعد اليوم لعب كرته الأخير اليوم، وضع ثقله كاملة في المواجهة وتثبيت النتائج والنظام ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وإلى آخره. فإذا تحدته القوى المختلفة وأهملت الإنذار ونزلوا إلى الشوارع واستطاعوا أن يثبتوا استمرار الجمهور الذي يطالب بالتغيير، وخاصة إذا حصلت مصادمات لكي يثبت أنه لا يزال فوق بقية السياسيين، فهنالك زاوية قد تنعكس إلى اليمين أو إلى اليسار. وأعتقد أن ما نشاهده الآن أن الجمهور لن يستطيع أن يذهب إلى بيته وينطوي ويجلس احتراما للذات السامية التي كان يتمتع بها المرشد. أعتقد أنها مقامرة فظيعة، وأعتقد أن الفرصة أكثر. أنت تعتبر أن لعبة ورقة أخيرة؟ أعتقد أن هذه ورقة أخيرة بتعريف أنه فوق العملية السياسية، هو دخل الآن في العملية السياسية، وهنالك آخرون يعتبرون أنهم أنداء، أنهم في ذات المكانة، وقد ينتصروا عليه في هذه المعركة السياسية. ومن ممكن أن يثير هذا سؤال كبير على قضية فكرة ولاية الفقيه. علي توافق على هذه الفكرة؟ نعم أتفق تماما، وأعتقد أنه من المهم أن نشير إلى الاختلاف الكبير بين السيد موسوي بحد ذاته ومناصريه. كما قال ماو، الرجل والامرأة قد يكونان معا ولكن لا يحلمان الأحلام نفسها، وهذا ينسحب على موسوي ومن يدعمه. من يدعمه هم أكثر راديكالية منه، هم يطالبون بتغير سريع، وبالتالي المرشد الأعلى آية الله خامنئي يحاول أن يكون جادا في خطابه اليوم ويهددهم في الواقع، يهدد المتظاهرين، وقد يستعمل هذه الورقة الأخيرة كما قال الزميل للقضاء على هذه الحركة. وكما قال الجميع أيضا هنا، السيد خامنئي يعي تماما أخطاء الشاه، ويعرف أيضا أن عدم التصرف والكلام قد يشجع المزيد إلى النزول إلى الطرقات، مما قد يؤدي إلى ثورة شاملة يريد أن يتجنبها. أنت علي برأيك إذا المرشد خير بين الديمقراطية الدينية التي تحدث عنها اليوم وبين أن يظهر وجه حقيقي للنظام، بمعنى أن يكون أقرب إلى الثيوقراطية الكاملة، ماذا يختار؟ أعتقد أن هناك أحد الأشياء التي لم نتحدث عنها الآن هي أنه بالإضافة إلى كل ما الأمور التي ذكرناها، هناك صراع قائد بعدها يبرز في إيران حتى بين القوى السياسية وبين أبناء النظام. هناك من يريد حكومة إسلامية وهناك من يريد جمهورية إسلامية. هناك تيار مدعوم مثلا من بعض آيات الله مثل مصباح آية الله مصباح يزدي الذي يلعب دورا مهما، وهو من المؤثرين على أفكار والقوى التي يدعمها أو تدعم الرئيس أحمد نجاد. وهناك أيضا التيارات الأخرى التي يؤيدها مثلا أشخاص مثل جوادي أمولي وعدد من هذه الشخصيات وبعض القيادات في من داخل النظام، آية الله صانعي مثلا. هؤلاء أخذوا مواقف، وبعض الآيات الآخرين الذين تبنوا مواقف يريدوا ننتقدوا فيها القرار، وقالوا أنه كان هناك تشويه وتلاعب بالانتخابات. وأيضا طبعا كان هناك آية الله العظمى منتظري، ولكن منتظري كان إلى حد بعيد تم إقصائه إلى منذ فترة طويلة. ولكن هذا الصراع على قائده هذا صراع قائم وحقيقي ومستمر داخل المؤسسة الإيرانية، وأيضا هو فعلا بين فرقتين، أولئك الذين يريدوا ديمقراطية شفافة وأكثر شفافية بالأحرى ضمن النظام، وهناك مجموعة النظام الإسلامي، وهناك من يريد أن يقول أن الجمهورية الإسلامية يجب أن تحكم حتى ولو كان ذلك أحيانا يتعارض مع مواقف الشعب. جرام، برأيك الأحداث الجارية حاليا، يعني هذا الذي تحدث عنه بالضبط جمون، هل يعني اليوم أن نحن في مرحلة
حسب البعض تحضر لخلافة المرشد، بمعنى أن المشكلة ليست المشكلة بين نجاد وموسوي بقدر ما هي المشكلة من سوف يخلف خامنئي بعد وفاته. أعتقد أن المسألة الآن غامضة لدرجة كبيرة وغير واضحة، فيصعب علينا نحن من بعيد أن نقول لأننا لا نعرف. حتى في طهران اليوم أعتقد أن الوضع غامض وغير واضح، ولسنا ندري إلى أين ستؤول الأمور. السؤال لإدموند تكون بالنظر إلى الانقسامات بين القادة الدينيين، هناك مسألة هي أن نتكلم عن الانتخابات وعن نزاهتها وعن إعادتها، ولكن مع تطور التظاهرات التي أصبحت معادية للنظام ولم تعد مهتمة فقط بالانتخابات، كيف يؤثر ذلك على تفكير من يدعم الديمقراطية والذي قد يقضى عليهم بشكل كامل؟ هذا هو السؤال. أعتقد أن هذا الموضوع هو موضوع مثير ومهم جدا، لأنه ما نراه الآن على الساحة الإيرانية كما قلت أن هناك قوة جديدة ترفض نتائج الانتخابات، رفضت نتائج الانتخابات وشككت فيها، وهذه القوة ترى بأن هذه ربما قد تكون الفرصة لإحداث نوع من التغيير إما داخل النظام أو حتى ربما أكثر من ذلك. ولكن إجمالا هذه الكثير سيعتمد الآن على ما سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة. ماذا سيكون رد فعل مير حسين موسى؟ هل لأن آية الله خامنئي أخذ موقفا واضحا وقال أن رمى الكرة في ملعب مير حسين موسوي والمرشحين الآخرين، وقال بأن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مواجهات قد تكون دموية إلى حد كبير؟ هذه النقطة إدمون إنما نتحدث عنها، يعني هل يستمر تحالف رفسنجاني موسوي أو هل يلعب رفسنجاني دورا مغايرا؟ إنما بعد هذا الفاصل الأول، فابقوا معنا. من جديد إلى الجهات الأربع، إدمون كنا قبل الاستراحة نقول هل يستمر رفسنجاني بعد خطبة المرشد؟ يعني هذا التحالف إذا تم أو تدعيم بين رفسنجاني موسوي وكروبي، هل يمكن أن يهدد سلطة المرشد برأيك؟ فعلا هذا هو سؤال مهم جدا، لأن هاشمي رفسنجاني الرئيس السابق لإيران هو من أقوى الشخصيات الموجودة في إيران،
هو شخصية متنفذة لعب دورا بارزا في الثورة وأيضا كرئيس للجمهورية وخسر أمام أحمد النجار ورئيس مصلحة تشخيص النظام ورئيس مصلحة تشخيص النظام وهي من وهي من المؤسسات التي قد تلعب دورا الآن في بالنسبة لهذا الموضوع. ومن هنا إذا انتبهنا إلى الخطاب الذي أدلى به مرشد الثورة فأنه كان هناك محاولة حقيقية لاستمالة رافسنجاني. قال أنه لا يمكن لأحد أن يشكك بثورية رافسنجاني وبالدور الذي لعبه رافسنجاني، كما أيضا امتدح كروبي وامتدح الآخرين. فهو بهذه الطريقة يقول لهؤلاء أنه في نفس الوقت وينتقد انتقد إداء الرئيس أحمد النجاد وما قاله حول بعض هؤلاء، إلا أنه في نفس الوقت يحذر هؤلاء من أنه عليهم تغيير مواقفهم، بأن ما يجري الآن إذا استمر سيؤدي إلى فوضى، سيؤدي إلى صراعات دموية، ويجب تغيير موقفه. علي كان لديك ملاحظة. أنا أتفق معك، ولكن يجب أن نهتم بنقطة أخرى. خامنئي يريد أن يقسم المتحالفين ليحكم، فهو يمدح رافسنجاني وفي الوقت نفسه يتكلم عن مهدي وفوزي رافسنجاني وهما ابن وبنت آيات الله رافسنجاني، ومنعهما من مغادرة البلاد والسفر إلى الخارج، وهناك حملة مستمرة أيضا في الصحافة ضدهما، فهناك سياسة مزدوجة من قبله حيال رافسنجاني. فيما يتعلق بكاروبي، حجة الإسلام كاروبي، هناك أيضا بالنسبة لآيات الله خامنئي محاولة للإبعاد بين موساوي وكاروبي، ليقول كاروبي إنه ليس من أتباع موساوي. وأيضا هناك محصر لدرع الذي كان قائد الباسداران أو الحرس الثوري، وحاول أيضا إبعاده، فهو يلعب لعبته بطريقة جيدة جدا ضمن أوضاع دقيقة عبر علي، أنت تعتبر، أعود إلى النقطة التي طرحتها بعد الاستراحة، رافسنجاني بعد هذه الخطبة هل يمكن أن يستمر بتحالف معلن واضح مع موسوي؟ أعتقد أن آية الله رافسنجاني قد أضعف كثيرا، وهذا ليس جديدا، لقد تم إضعافه أيضا في إطار انتخابات 2005 الرئاسية التي خسرها. وكذلك آية الله رافسنجاني أرسل رسالة مفتوحة تتعلق بالانتخابات وبما جرى في إطارها من تشويه، وقال إنه سيقدم شكواه إلى الحكمة العليا والعدالة العليا في الله. إن لم يكن لدينا عدالة في العالم هنا، يكون لدينا عدالة في السماء. جرام، هل توافق البعض الذي بعضهم يقول بعد أن شهد الأحداث الأخيرة أن إيران قد تنتقل بعد هذه الاشتباكات من الجمهورية الإسلامية التي لديها مؤسسات وانتخابات وحركة ديمقراطية ولو كانت ديمقراطية دينية إلى الدولة الإسلامية التي تحكم بشكل صارم أكثر وبقرارات دينية، يعني قرارات شبه إلهية، ما رأيك بذلك؟ كما سبق وقلت من الصعب أن نعرف إلى أين سنصل. نحن هنا في الغرب الديمقراطي نتمنى أن يكون هنالك ثورة إيرانية نحو دولة أكثر ديمقراطية، ولكن هل نحن نؤثر على إيران؟ فهذا غير واضح. ما يحصل هو أن إيران تواجه محنة، وستواجه محنة في الأسبوع المقبل، وبعد أسبوع إن كنا هنا ستكون لدينا فكرة أوضح حول تطور الأمور داخليا. لا يمكنني أن أتصور أن النظام الديمقراطي في إيران يمكنه أن يتخلى عن السلطة بسهولة من دون أن يكافح ومن دون ردة فعل عنيفة. أعتقد أن السؤال الأول لا إجابة عليه، لا لدينا عليه الآن، ولكن هذا أثار محورية إيران الآن بالشرق الأوسط، أن هذه التغييرات الآن التي تجري في إيران قد يكون لها أبعاد في غاية الأهمية في المنطقة على العموم، في العراق، في سوريا، في لبنان، في فلسطين وإلى آخره. فهنالك أطراف كثيرة في المنطقة لديها اهتمامات خاصة فيما يجري في إيران، ولكننا لا ندري إذا كان لهذه الأطراف أي قوة فاعلة في تأثير على صناعة القرار على مجرى الأمور. وأريد أن أضيف شيء آخر،
عندما تندفع الجماهير إلى الشوارع قد يصعب على أي إنسان أن يحتوي النتيجة. والثورات تعلمنا من التاريخ لديها لصوص وسراقين ينتظرون الفرصة المناسبة لكي يسرقوها، ولا ندري من سيسرق هذه الثورة أو هذه الانتفاضة إذا أردت هذه المعنى. يعني أفهم من حديثك أنك هل تخشى زياد عسلي أن ينقل الحكم الإيراني، النظام الإيراني، الأزمة الداخلية إلى الخارج؟ بمعنى نتوقع أحداث البعض يخشى اليوم، كنت أقرأ في لبنان، في لبنان وليس فقط في لبنان، في فلسطين أيضا. فلسطين. ما رأيك بذلك؟ طبعا طبعا، إذا تفاقمت الأمور، وأنا أوافق على جرام، وأعتقد أن الجميع يقول أن الإدارة الحالية في إيران مهددة ولن تذهب إلى فراش النوم وتنام. سوف تدافع بشدة وشراسة عن دورها، ستدافع داخل إيران وسوف تدافع في المنطقة، وقد يكون المواقف الدفاعية المختلفة التي تأخذها في أشكال عنف متعددة في كل المناطق التي ذكرناها، وهذا الشيء يجب أن يتحسب له جميع الدول في المنطقة تحضيرا للتطورات. وهناك أيضا واجبات على إيران، التزامات مالية وعسكرية وإلى آخره، فسوف تنظر إلى حلول لها بالقريب أيضا، وقد تكون هذه الحلول على حساب المنطقة. في إطار نفسي يعني عم تحدث عن ردود الفعل إزاء هذا الحدث، أنت تتوقع يعني عمليات قمع داخلية، أو أنه ممكن استيعاب ذلك والانتقال كما يقول زياد إلى أحداث في الخارج؟ هناك محاولة أخيرة، وهذا ما ركز عليه آية الله خامنئي، قال أنه يجب احترام القوانين، أن هناك قوانين في إيران، هناك مؤسسات، هناك آليات يجب احترامها، وبالتالي إذا لم يتم ذلك فأنه واستمرت الفوضى فأن الدولة ستتدخل، فأنا لا يمكن الصمت عما يجري. هذا هو الموقف الواضح الذي أعلنه علي خامنئي. السؤال برأيي هو، وهذا أيضا ما هو غير واضح، إن المرشد قال بأنه الحكومة عليها مسؤوليات، والاتهامات والانتقادات الحادة التي وجهها للقوى الخارجية التي تحدث عنها بأنها تحركت كذئاب كاسرة كشرت عن أنيابها، فهذا أيضا مؤشر مهم عن الطريقة التي ينظر بها وعلى التحديات التي تجري. لأن السؤال أيضا في الوقت الذي لا توجد خيارات كثيرة أمام النظام، خاصة إذا استمرت هذه المواجهات، فلا توجد أيضا خيارات كثيرة أمام الإصلاحيين الذين يريدوا التغيير. هؤلاء ليس لديهم تلفزة، ليس لديهم إذاعات، وبالتالي أن ربما إذا كان القول استخدام السلاح الوحيد هو الشارع، السؤال إذن هل سيستمروا في استخدام الشارع؟ ومن هنا تأتي أهمية ما سنراه غدا، ما الذي سيكون عليه موقف آية الله رافسنجاني، لأن رافسنجاني كان مفروض أن يبعث برسالة أخرى علنية. لا، سنرى إذا كان سيفعل ذلك، سنرى إذا كان ما موقف الموقف من المظاهرة غدا أو مظاهرات أخرى، وأيضا ما الذي سيكون موقف ميرموس. علي تفضل. تماما فيما يتعلق بحملة الإصلاحات والسيد موساوي ومن يدعمه، لديهم مشكلة أيضا قد تكون الأكبر في هذا الصف، وهو أن الحرس الثوري ووسائل الإعلام المقربة من حرس الثورة غالبا أو باستمرار يعتبرون الثورة أنها ثورة برتقالية، يسمونهم عملاء للخارج، وحضروا هذه النظرية لسنوات. السيد الجعفري وهو قائد الحرس الثوري كان من الآباء الذين أنشأوا الحرس وإيديولوجيته، والإيديولوجية الأساسية للحرس الثوري لهذه المؤسسة كانت كيفية مكافحة الثورة البرتقالية، كيف نقضي على الثورات المخملية. وطبعا هذا السيناريو جيد جدا، ويمكن للحرس الثوري أن يطبقه وأن يقنع آية الله خامنئي أن ما يحصل هو ثورة ولكن ليس إصلاح. إدمون، نتابع إنما بعد هذا الفاصل، وسوف ننتقل إلى قراءة ردود الفعل
لا سيما الموقف الأمريكي الموقف الأوروبي من الأحداث الإيرانية. فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، من جديد إلى الجهات الأربع، قراءة المواقف الغربية، ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على الحدث الإيراني. جرام، أبدأ بالموقف الأمريكي، كيف تقيم رد فعل الإدارة على الحدث الإيراني؟ إن الإدارة الأمريكية عبرت عن رأي، وهو أن كل ما ستقوله الولايات المتحدة سواء إذا كان إيجابيا لناحية المتظاهرين سوف يراه معارضو هذه المظاهرات على أنه تدخل للولايات الأمريكية، وبالتالي سوف يؤدي إلى ضعف التظاهرات. إذن كانت الولايات المتحدة حذرة والتزمت بعدم التعبير بصراحة عن دعمها لهذه التظاهرات، ولكن نرى في الولايات المتحدة المزيد من المطالبة داخل النظام أو داخل الإدارة من المحافظين والوسطيين، لأن الإدارة لم تكن صريحة جدا في دعمها الصريح للتظاهرات. رأينا في صحيفة الواشنطن بوست المزيد الأصوات تطالب بالمزيد من الدعم، ورأينا في مجلس النواب اليوم مشروع قانون
القانون يحاول المطالبة بالمزيد من الدعم لهذه التظاهرات ومطالبة لأمريكا بتقديم دعمها. إذن يجب أن لا نبالغ في ذلك طبعا، ولكن هناك ضغط متزايد على الإدارة الأمريكية بأنها يجب أن تفعل المزيد تعبيرا عن الدعم للإيرانيين في الشوارع. طبعا عن أي دعم ممكن أن نتحدث؟ إنه الدعم دعم عسكري، دعم سياسي، دعم لوجستي، دعم تقني، إنه عن أي دعم يتحدثون؟ هذه هي المشكلة التي تواجهها الإدارة الأمريكية. فالولايات المتحدة لديها تاريخ في مساعدة الحركات الثورية والديمقراطية حول العالم، وطردت هذه الحركات إلى مواجهة مصير صعب. وأعطيك مثلا الثورة المجرية، فقد كان المجريون يحاولون دفع السوفيات خارجا، ولكنهم في النهاية كانت نهايتهم سيئة. إذن هناك عدد من الأشخاص في الولايات المتحدة حذرين من هذه الناحية، لأنهم لا يريدون أن ينعكس هذا الدعم سلبا على الحركات الديمقراطية. إذن الإدارة الأمريكية هي في موقف صعب، وهي تدرك أن هناك عواقب للكلمات التي قد تستخدمها، لذا فهي تحاول أن تمارس ضبط النفس. ولكن أعتقد أن خطاب اليوم الذي سمعناه في طهران سوف يؤدي إلى المزيد من المواقف القوية إزاء هذه التظاهرات، وأعتقد أننا سوف نرى قريبا تغيرا في موقف الإدارة الأمريكية، لأنها لا تستطيع تجاهل الرأي الداخلي في أمريكا. أن الرئيس أوباما لديه مشكلة صعبة جدا وغير قابلة للحل، فهو يعلم تماما أن هذه الأزمة ممكن أن تتجه إلى مواجهات عنيفة ودموية، وأنها قد تطول، وأن عليه ضغط في داخل الولايات المتحدة سوف يتزايد يوميا بتدهور الأمور في إيران. ولكن عمليا ليس لدى الولايات المتحدة أي وسيلة عملية لمساعدة أي تيار في هذه الحرب الداخلية إذا وصلنا لمرحلة المواجهة الداخلية. فالذكرى تعود إلى مشكلة الأكراد في العراق مؤخرا، لكي لا نرجع إلى قضية هنغاريا، فقد شجعت إدارة بوش الأكراد إلى مواجهة صدام، وبالآخر تركوهم ولم يستطيعوا أن يمدوا لهم يدين. اليوم حكمتنا على مساعدة من خلال الإنترنت. بالضبط. حتى اليوم في الواشنطن بوست أحدهم أعتقد ديفيد أغناتيوس. ماشي هذه ماشي أوريدي. أنا بعني على المساعدة المادية العسكرية بالفعل، أو أكثر منها. أما مساعدة الإنترنت فهي متواجدة، ومع أن هنالك نوع من محاولة التغطية عليها، ولكن حتى هذه محدودة في كون إيران دولة شمولية تستطيع أن تستعمل أي وسيلة لمنع الاتصالات. اليوم يتحدث ديفيد أغناتيوس أعتقد إذا لم أكن مخطئا عن استعمال الأقمار الاصطناعية لمساعدة الإيرانيين عندما تقطع السلطة. المزودين بالإنترنت ممكن استعمال أو اللجوء إلى الأقمار الصناعية. أنت لديك هيك ابتسامك كأنك لا توافق على هذه الوسائل. أولا هناك من الإيرانيين يتهموا الإدارة الأمريكية بالتدخل، انتقدوا التصريحات. ماذا تدخل؟ كيف تصريحات تدخل؟ بغض النظر ليس هذا التصريحات التي جاءت من واشنطن، يقولون أنها تصريحات تدعم استفزازية وتدعم طرف ضد طرف، ولكن هذا ليس ما أردت أن أذكره يعني بالنسبة لهذا الموضوع. قراءتك ما هذا ما أقوله نعم. أنه من ناحية هناك الإدارة الأمريكية تجد نفسها تحت ضغوط كبيرة، وستجد نفسها خاصة إذا حدثت مواجهات بين نعم. المتظاهرين وبين القوى الأخرى، ستجد نفسها تحت ضغوط متزايدة. وما نعلمه حتى الآن هو أن الكثيرين حتى من الأشخاص المؤيدين للإصلاحيين، الشخصيات مثل شيرين عبادي
تقول أنها لا تريد أن يكون هناك أي تدخل أمريكي وأن ما فعله الرئيس أوباما هو كاف. ما نراه أيضا أن المحافظين الجدد في الولايات المتحدة وفي إسرائيل، هؤلاء يريدون انتصار، كانوا بدون أي شك يريدون انتصار أحمد نجاد، لأنه يعتقدون أنه من الأسهل عليهم شيطنة النظام الإيراني. بعض الأشخاص قالوا المعروفين بهذه المواقف قالوا أنني لو كنت أنتخب في إيران فأنني كنت سأنتخب أحمد نجاد، لأنه سيتبنى لأنه يتحدث بطريقة واضحة وصريحة، وعندئذ العالم كله يستطيع أن يعرف. إذا أنت تقول بهذا المعنى أنه خسر النظام بهذه الأحداث. هذا ما يقوله البعض. لو أدى موسوي لكان ربح للنظام. بالضبط، هذا الذي قاله مثلا ما إردغان الذي هو المسؤول عن الموساد في إسرائيل. ما الذي قاله؟ قال أنه كان سيكون أسوأ بالنسبة لنا لو جاء موسوي، لأنه عندئذ سيكون أصعب علينا تفسير والقول للعالم والحديث له عن طبيعة هذا النظام السيئة، في إشارة إلى النظام الإيراني. نقطة أخيرة أود أن أقولها، وهي أن الرئيس أوباما أعتقد أنه حتى الآن تبنى موقفا مثاليا جيدا، لأنه بموقفه هذا، وقد أشار إلى ذلك أيضا أنه هناك تاريخ معقد وصعب في العلاقات الأمريكية الإيرانية. الولايات المتحدة تدخلت مرارا في الشأن الداخلي الإيراني من مصدق وقبل مصدق وبعد مصدق. وبالتالي فأنه تبنى هذا الموقف لأنه لا يريد أن يتهم بأنه يتدخل، ولأنه أيضا لا يريد أن يبدو المصلحيين بأنهم عملاء لأمريكا. الرئيس أوباما أتى لتغيير صورة أمريكا، يعني صورة أمريكا بالنهاية القيم الأمريكية أين تصبح القيم الأمريكية؟ أنا أختلف بعض الشيء في الرأي. السيد أوباما غير الكثير في صورة الولايات المتحدة، ولكنه هل هذا تغيير إلى الأفضل أو الأسوأ؟ أعتقد أنه جواب سوف ننتظر الجواب عنه قبل أن يصبح رئيسا. وعندما كان مرشحا قال إنه لن يتفاوض مع إيران، ولكن بعد أن أصبح رئيسا قال إنه سيمد يده للنظام الإسلامي في إيران، والآن هو أحمد نجاد يرفض هذه اليد المفاوضات. إذن ولكن لسوء الحظ يفهم المسؤولون في طهران الطبيعة الصديقة أو الودودة لشخصية أوباما بطريقة سيئة، وأعتقد أن هذا مؤسف. علي تفضل. زياد، الواقع أنه موقف أوباما ضعيف، وليس فقط سياسة. لا يستطيع أوباما بالفعل أن يلعب دور حاسم في إنجاح أو إسقاط أي لاعب على الساحة الإيرانية الآن مهما حاول، ولكن يستطيع أن يقول أشياء قد تكون مؤذية. طبعا أي موقف لأي شخص لأي لاعب على الساحة الإيرانية يستمد الدعم. بس إنما زياد اليوم بدون التدخل الواضح أو السافر أو المباشر، اليوم المرشد شتم الغرب واتهمه وسوف يتهم، وهذا بالفعل اللي راح يحصل. هلا الآن قد يستطيع النظام القائم سواء الحرس الثوري أو خميني أن يرسم المعارضة بأنها صديقة للغرب وتستمد الدعم من أمريكا أكثر إذا فعلا أوباما أخذ موقف مصادق لهذه الأطراف وبرر هذا الاتهام. لا ننسى أن العسكر، أن قوة العسكر إذا استعملت بحزم قد تحسم هذه القضية. حتى لو ظلوا الناس يمشي بالشوارع لأسبوع أو أسبوعين معي. فهذه شغلة خطيرة جدا. بس في سؤال أخير قبل أن ننتقل إلى الموضوع الفلسطيني، هل برأيك علي مثلا القرار الحاسم للمرشد اليوم، هذه اللهجة الحاسمة، هل رسالة إلى الداخل كما إلى الخارج؟ بمعنى المتشددون هم الذين يحاورون الولايات المتحدة. Well,
أعتقد أن آية الله خامنئي في رسالته كان يتوجه إلى الجمهور الداخلي والخارجي، كان رأيه أقرب لرأي أحمد نجاد من رأي الرئيس السابق رفسنجاني فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن. وأعتقد أنه أحمد نجاد ومن خلال هذه أن إعادة انتخاب أحمد نجاد ترسل رسالة إلى الغرب بأن خامنئي يساند أحمد نجاد أكثر من قبل. نتوقف أعزائي المشاهدين عن مناقشة الموضوع الإيراني ونتوقف في استراحة أخيرة، نعود بعدها لمناقشة خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وتداعياته على عملية السلام في الشرق الأوسط، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، الجزء الأخير من الجهات الأربع، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي والتداعيات على عملية السلام. زياد، برأيك هذا الخطاب الذي استمعنا إليه تزامن تماما مع الأحداث الإيرانية؟ البعض يقول سبقها شوي، وكأن التوتر إذا حصل بين الغرب والنظام الإيراني أو تصاعد التوتر يكون الإسرائيلي مسرور. ما رأيك؟ الإدارة الإسرائيلية الحالية بنت حساباتها على أساس مواجهة بين إيران والغرب وأمريكا، وهي يهمها أن تستمر هذه المواجهة. فأحمد نجاد وجه جميل بالنسبة لليمين الإسرائيلي، كما هو وجه جميل بالنسبة إلى اليمين الأمريكي. هنا تسهل شيطنته، استمرارية شيطنته. بالنسبة لخطاب أوباما، أوباما أراد بالأساس، خطاب نتنياهو أراد